هاني سلامة، أحمد السعداني، أحمد داود. أحمد السعداني. أحمد السعداني. اشتغلتوا مع بعض. اشتغلنا مع بعض. اشتغلتوا مع بعض. بحب أحمد كتير بحب الأستاذ صلاح برضه. في أي حاجة تانية يعني بينكم غير العمل؟ في بينكم صداقة؟ لا لا والله لا، فقط أنا بشوفه في الشغل فيعني بحسه قريب من قلبي. وقلت عشان ابن صلاح السعداني. صلاح السعداني. ده فنان عظيم جدا. انا بفتكر دايما اتعاملتوا مع بعض انت وصلاح سعد. لا ابدا، مع الاسف الشديد، مع الاسف الشديد، بس ده جيل كان عبقري يعني، ده جيلي عبقري يعني، عبقري تمثيل، ودول الناس ليهم اثر وليهم فضل علينا بصراحه، على جيلنا نحن طبعا، لانه كانوا فيري انسبايرنج يعني بالنسبه لنا يعني.